اخر اخبار نزلت انه المسلسل اللي رح تحضره برمضان انه بالمرض اللي اصاب لاعب الكره مؤمن زكريا، بدنا توضيح هل هو فعلا حتتطرقوا لشخصيه مؤمن زكريا ولا لا؟ لانه كل الاخبار عم تكتب هذا. لا، هي مالهاش علاقه بشخصيه مؤمن زكريا خالص. حبيبي انا بحبه جدا على المستوى الشخصي طبعا، ربنا يشفيه ويدي له طاقه ايجابيه اكتر واكتر. يعني ما شاء الله حبيبي يتعاملوا مع الازمه دي تعامل يدرس ونتعلم منه. لا، هو ليه علاقه بمرض الامس مش الALS. بس ده اللي أقدر أقوله دلوقتي يعني. وطبعا نحن ما اكتفينا باللي سمعناه من آسر، ففور معرفتنا بأن منتج هالعمل هو طارق الجنايني، نحن التقينا بطارق وأصرينا نعرف منه المزيد عن هالمسلسل. بطولة أسر ياسين. إخراج هاني خليفة. الله عليك، نتكلم بقى. لا ما عنديش حاجة، ده هو ده. أنا كده قلت كتير قوي. هلأ كنت عم بعمل انترفيو مع الفنان آسر ياسين، بتعرف الأخبار تصدرت أنه هو عم بيحكي عن الشخصية، عن مرض شخصية لاعب الكرة مؤمن زكريا، نفى هذا الموضوع، ولكن الأخبار كتير تصدرت. طب هل فعلا أحد الأبطال مصابين بهذا المرض؟ حتلقوا الشخصية عليه؟ مصابين بنوع من الأمراض اللي بقت منتشرة ليتلي، تسليط الضوء عليها I think إن هي حاجة مهمة، بس ده جزء من المسلسل. يعني العمل مش ما بيدورش كاملا على الموضوع ده يعني. ولا عن شخصية بطل أصيب بهذا المرض؟ ضحك. يعني بص أنا اجتهدت بصراحة بالسؤال، بس وشك في بطل بيصيب بمرض ما في مرحلة ما في العمل. هو العمل متاخد عن رواية لكاتب فراي مهم جدا اسمه حسن كمال، رواية اسمها ونسيت كلمة السر. احنا ان شاء الله نشيل ونسيت ونخلي المسلسل كلمة السر بس. وكذي بيكون طارق كشفلنا عن اول معلومة اساسية بتخص المسلسل. تأليف استاذ حميد مدني، مؤلف واعد جدا جدا جدا، فاحنا متفائلين قوي بالموضوع ان شاء الله. مين البطل؟ ما لسه قايلك أسر ياسين. البطل المصاب بهذا المرض اللي هتحكوا عن لا مش 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 يعني مش ات ليبرتي ان انا ديسكاس دي دلوقتي يعني. اوكي، بس مش لاعب كوره؟ لا. ولا مصارع؟ هنعدي على كل الرياضات يعني. قريب من المصارع يعني. ما يعني. وعلشان ما نحرج أكثر انتقلنا مع طارق لمسلسل آخر الجمهور بانتظاره. قويل كتير وكلام كتير إنه حيكون في جزء تاني للسوتس، عايزين نعرف صحة الخبر، هل فعلا حيكون في جزء تاني ولا لا؟ وهل نفس الأبطال ولا يعني حيبقى في تغييرات؟ هو الأكيد إنه ما فيش جزء تاني للسوتس في رمضان الجاي، دي اللي أقدر أكدها لك. لو هيبقى في سوتس تاني at some point definitely هيبقى بنفس الأبطال أكيد. فصار مأكد إن هالعمل لن يبصر النور خلال العام القادم. هل عشان التحضيرات هتاخد وقت ولا؟ هياخد وقت يعني بصراحة الأول. يعني سوتس الحمد لله نجاح كبير قوي قوي قوي، ده طبعا دايما بيخلي الواحد قلقان من فكرة الجزء التاني. فالأول كنا قلقانين نعمله وخدنا قرار لا مش هنعمله، وبعد كده لقينا إنه لا هو مطلوب بزيادة، فقلنا طب خلاص ناخد بقى وقتنا قوي في الكتابة قبل ما نعمل كده. and as we're going بعد ما نقطع شوية وقت في الكتابة لو حسينا اني عايزين نعمله هنعمله، ما حسيناش هنفاس. طب لو فرضنا احد الابطال الرئيسيين مش حابب يعمل الجزء التاني ويمضي، هتجيبوا بديل؟ هتقنعوه؟ كل الناس عايزين يعملوه تاني، هما كل انا I was blessed جدا بالكاست كله، وكله بيحب سوتس قوي وكله جاهز ان هو يعمله تاني. ونحن ايضا جاهزين. انا استنى ضيفة الشرف، استنى دوري في الجزء التاني ان شاء الله 2024 ولا الله اعلم. ليه نبعد؟ ما المسلسل جاي يا طارق. مثلا ليه نروح بعيد؟ نستنى كده انت علشان احسك بحب سوتس اكتر يعني. لا مش مشكله، انا حابه انتاج طارق جنايني تفرق. ربنا يخليك. ثانك يو. هاجي لك الاسبوع الجاي المكتب نمدي. شكرا.